سادنا السيد رمزي العادل شقيق السجين وليد العادل، أن شقيقه توفي بمستشفى الجامعي بالتهلول الذي نقل إليه بعد مضاعفات صحية نتيجة إضراب الجوع الوحش الذي خاضه لمدة 25 يوم بالسجن المدني بالمساعدين في قضية اتهامه بسرقة منزل. يرى شقيقه أن تم اتهامه فيه باطلا. وأضاف السيد رمزي العادل أن شقيقه خضع إلى تشريح لجثته بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فرحت حشاد بإشراف طاقم من الأطباء الشرعيين لتحديد سبب الوفاة بدقة، ثم تمت مواراته الثراء بمقبرة العائلة بحي السويس بسوسة، وصل عائلة الهالك بكشف الحقيقة في قضية اتهام ابنهم بالسرقة وأيضا ملابسات وفاته نتيجة إضراب الجوع الوحشي الذي خاضه.